العاصمة السعودية الرياض مجددا في مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية ببالستي من نوع ذو الفقار وخمس عشرة طائرة مسيرة نفذت عملية توازن الردع الخامسة في العمق السعودي بمشاركة القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير بعد نحو ثمانية أشهر من العملية الأكبر توازن الردع الرابعة هذه العمليه اتت اولا في سياق الرد الطبيعي لجرائم دول تحالف العدوان وكذلك في ظل الحصار المطبغ على ابناء شعبنا اليمنى للعام السادس وكانت تحمل رسائل مبطنه اهمها اذا استمريتم في عدوانكم وغيكم وحصاركم فاننا مستمرون وسنكون هناك من العمليات الواسعه ليله عصيبه عاشتها المملكه السعوديه علي وقع دوي اصوات الانفجارات واستمرار الطائرات اليمنية المسيره في اختراق اجوائها والوصول الي اهدافها المحدده في العاصمه الرياض ومناطق ابها وخميس مشيط بعسير عملية اشبه برسالة جديدة من صنعاء تثبت من خلالها معادلة ردع قائمة وتنذر بخيارات موجعة قد تلجا اليها مع استمرار العدوان والحصار تحمل هذه العملية ابعاد عسكرية كبيرة اهمها امتلاك القوات المسلحة اليمنيه اسلحة رادعة واستراتيجية بعيدة المدى مختلفه وان دول تحالف العدوان ليست بعيده وليست بعيده عن مرمى اسلحتنا ضربه تضاعف من وجع المملكه السعوديه وعجزها بتزامنها مع الضربات الميدانيه اليوميه التي تتلقاها في مارب مع التقدم المتسارع لقوات صنعاء وانهيار قواتها المستمر رغم الاسناد الجوي المكثف. من الارض الى الجو ومن الداخل اليمني الى العمق السعودي ومن الدفاع الى الهجوم تمسك صنعاء بزمام المبادره جيدا تحول مهم في مسار الحرب المستمره تعززه هذه العمليه التي تكتسب اهميه مضاعفه ولها ما بعدها بالنظر الى توقيتها وجغرافيه اهدافها. احمد عبد الرحمن صنعاء الميادين.